مرحبا، تحيه لكل مشاهدي تونس الرقميه وتونيزي نميريك متواجدين توا في المباشر في ولايه بجة في اطار متابعه سير العمليه الانتخابيه لهنا في مركز اقتراع المدرسه الابتدائيه الهواري التابعه للدائره الانتخابيه بجة الجنوبيه تبار تبرسق في اطار متابعه سير العمليه الانتخابيه. نبداو جولتنا توا في مركز الاقتراع في الدائره الانتخابيه بجة الجنوبيه تبار برسق. بالنسبة لآخر أرقام تقريبا إلى حدود الساعة الثانية باجة الأرقام 5.1% نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع. كيف ما قلنا لكم احنا تو متواجدين في مراكز الاقتراع الهواري التابعة للدائرة الانتخابية باجة الجنوبية تبارة برسق. باش ناخذوا معنا تو في المباشر رئيس مركز الاقتراع. لحظة بس ناخذ معنا توا رئيس مركز اقتراع الهواري التابع للدائره الانتخابيه بجة الجنوبيه تبار تبرسق. مرحبا بكم. عسلامه ومرحبا بكم. مركز الاقتراع الهواري فيه حوالي 4287 ناخب الى حدود الساعه الثالثه في مكاتب الاقتراع 366 ناخب. فهمتني؟ هذه في حدود الساعه الثالثه. قولوا على الاخلالات اللي ما رصدتوش اخلالات او حاجه؟ لا لحد الان ما رصدنا حتى اخلال. الناخبين في درجه كبيره من الوعي وقاعدين يجوا ينخبوا والعمليه الانتخابيه تمر بسلاسه وان شاء الله تعدى مريقله. ما كنتوا تسمعوا في المباشر معنا كان حاضر معنا رئيس مركز اقتراع التابعة للدائرة الانتخابية بجة الجنوبية تبارة برسق المركز الانتخابي الهواري في بجة الجنوبية في إطار متابعتنا لسير العملية الانتخابية هنا في مدينة بجة. كما كنتوا تسمعوا فينا توا احنا متواجدين في المركز الاقتراع التابع لبجة الجنوبية تبارة برسق الدائرة الانتخابية في بجة. احنا توا متواجدين في المباشر في مركز اقتراع في اطار متابعة سير العملية الانتخابية في مركز الاقتراع. تقريبا النسب ما زالت ضعيفة في ولاية بجة. اخر احصاء 5.1 هي نسبة الاقبال في مدينة بجة. تقريبا نشوفوا جميع المكاتب الاقتراع.
عندها إعاقة.